السباق نحو قصر باردو بدأ رسميا. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انطلقت في قبول ملفات الترشح للانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر القادم. انطلقت نهار 22 جويلية وتتواصل حتى 29 جويلية، ثم هناك فترة بت تتواصل عند الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية متاعنا حتى 6 أوت، من بعدها هي نوليون على القائمات الأولية. قبول الترشحات بالقانون القديم أم بالمنقح هو السؤال المهيمن. انتهت الأجال الدستورية ولم يختم الرئيس التونسي التنقيحات الأخيرة في القانون الانتخابي والتي اعتبرت إقصائية. الجميع ينتظر شرحا من الرئيس لخلفيات قراره، وهو المتهم من قبل طائفة كبيرة من الأحزاب بالإخلال بالدستور. كان الأولى أن السيد رئيس الجمهورية يمضي هذا القانون، ولكن والحال أنه لم يمضي هذا القانون، وكان يعني ولم يعترض أيضا في الأجال القانونية، ففي الأصل أن هذا القانون يكون سير مفعول، وهذا حسب بعض الآراء للفقهاء الدستوريين في البلاد. هيئة الانتخابات في حالة إرباك وسط ضغوط بضرورة تنفيذ التنقيحات حتى في غياب مصادقة الرئيس التونسي. رئيس الهيئة أعلن أن إمكانية اعتماد القانون المعدل ما زال قائما. التأخير هذية منها أربك عمل الهيئة على عمل المترشحين أنفسهم، فما أوراق جديدة باش يتم اعتمادها، فما عملية استعدادات أخرى أوراق ما كانتش موجودة يزم يحضروها، وكذلك بالنسبة للملاحظين يزم نعاودوا معناها نعلموهم شنية الإجراءات الجديدة. التنقيحات هذه من صدورها بالرائد الرسمي فإنه الهيئة ستتجاوب وتتفاعل معها، في صورة عدم صدورها في الرائد الرسمي فإنه كما قلنا الحال على ما هو عليه وتطبيق القانون القديم بالنسبة للانتخابات. قد تشهد الأيام القادمة انفراجا بالختم الرئاسي لتنقيحات القانون الانتخابي، وقد تتفجر أزمة سياسية ودستورية محورها الرئيس نفسه. بالكثير من التفاؤل بدأ التنافس في الانتخابات التشريعية في تونس. الانطلاق في قبول الترشحات حدث انتخابي هام ما لم يكن مشوبا بما أحدثه القانون الانتخابي المنقح وغير المفعل. من إرباك، فتح الفالحي ميديان تيفي، تونس.